الله الرحمن الرحيم. الإخوة الزملاء والزميلات من كافة التخصصات الصحية، نطل عليكم في عام التحول الوطني 2020، وفي الوقت الذي تسير فيه مملكتنا الرشيدة في خطوات ثابتة لتحقيق هذه الرؤية الرائدة 2030، وعلى رأسها نموذج الرعاية الصحية والذي يعطي اهتماما خاصا لصحة الطفل والمرأة، صالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال، واستكمالا للنجاح الذي تحقق في السنوات السابقة، نتشرف بدعوتكم للمشاركة في المؤتمر العلمي الخامس لطب أعصاب الأطفال، وذلك في الفترة من 27 إلى 29 من فبراير 2020 في مدينة الرياض. تهدف الجمعية من خلال هذا المؤتمر إلى تنمية وتعزيز المعرفة بين كافة المهتمين بتقديم الرعاية الصحية عموما والمهتمين بطب أعصاب الأطفال خصوصا، من أطباء وتمريض وفنيين وباحثين وطلاب. سوف يشمل المؤتمر العديد من الجلسات العلمية وورش العمل، وذلك بمشاركة العديد من الخبراء والمتحدثين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية. نتشرف بكم وبحضوركم، حيث يعتبر المؤتمر هو المنصة العلمية الأهم فيما يخص مستجدات أعصاب الأطفال. حوارات علمية ومناقشات بناءة على مدار الأيام الثلاثة للمؤتمر، علاوة على التواصل بين المهتمين بأعصاب الأطفال. ختاما، ولأن أطفالنا هم المستقبل الأجمل، حياكم الله في 27 إلى 29 من فبراير 2020.